الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذه الصيغة سبق وتكلمنا عليها من الاستغفار بإذن الله، وهي تغيير حياتك كلها. وللإنسان الذي يريد أن يغير حياته جذريا، وكل مشكل كان عندك يختفي، أي شيء كان عندك سيختفي بإذن الله إذا اتبعت هذه الصيغة. يومين ترى العجب. إذا كان عندك السحر، عين، فقر، حتى الفقر تتخلص منه بهذه الصيغة. المشاكل العائلية، الأعداء، البيع والشراء، تريد أن تبيع شيئا، السفر، أي شيء تريده، أو مرض تريد أن تشفى، أي شيء فهو موجود في هذه الصيغة من الاستغفار سبق وتكلم عليها، وهي أن تقول: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، اللهم اعف عني. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، اللهم اعف عني. في كل استغفار ستدعو إلى الله بالعفو. العفو سبق تكلمنا عليه يشمل كل شيء، العفو من الفقر، العفو من الأعداء، العفو من المشاكل، العفو على كل شيء. مثال: إذا كان عندك مشكل، مثال عندك مشكل، ستستغفر الله وتفكر في ذلك المشكل، وأنت تقول: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، اللهم اعف عني. سيتغير حالك بسرعة بإذن الله، خصوصا إذا قلتها 1000 مرة في الصباح يوميا. إذا واظبت على هذه الصيغة يوميا 1000 مرة في الصباح، تتغير حياتك 180 درجة قبل 40 يوم. ذلك المشكل الذي أنت فيه يختفي نهائيا قبل 40 يوم، بل أقصى حد يكون 20 يوم. إذا قلتها 1000 مرة في الصباح: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، اللهم اعف عني، وأنت تفكر في ذاك المشكل. أما إذا أردت أن تفعلها بصيغة الجمع، هناك من عنده مشاكل عائلة، تقول: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، اللهم اعف عنا، عليك وعلى عائلتك. ممكن أن تفعلها: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، اللهم اعف عنا. إذا أردت أن تقوم بها إليك أنت: اللهم اعف عني. 1000 مرة في الصباح قبل 40 يوم تتغير حياتك 180 درجة إن شاء الله. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.